برضه كنت مناقش ومناقش طويل، حسيت مناقش طويل، ولكن كنت حدات ميزات محدده تخدم مع الحسابات اللي معك السوق التجاريه، اساس القطاع هذا على كم تستخدم في القطاع التعليمي، القطاع التجاري، اي قطاع من القطاع التالي، اساس بالضبط انت مهم او متواجد في داخل السوق هذا داخل تمارس الشغل، ضيف قدام في الاخير مجموعه تكون عندك مجموعه مواصفات وصفات معينه تميزك عن الاخرين وتضمن بقاء داخل السوق. نريد المنتج خدمة تقدمها نريد أنها تكون أقل كلفة وأفضل مستوى خدمي. فبدون منظمة المعارف هذه لا يمكن الوصول أو تحقيق هدفها. مهما كنت مثلا إذا كان منتج عن شركة كبيرة جدا وعندك مثلا القطاع المحاسبي اللي عندك أو الإدارة المحاسبية عندك تستغل على نظم تقليدية. تستغل على نظم تقليدية. بالتالي أول حاجة صعب جدا أنت تتخذ قرارات فجائية في وقت أو في توقيت معين، قد يكون توقيت هذا حاسم عشان تعرف أول حاجة كان الموظف المالي حق الشركة حقك عشان تتخذ قرار بإجراء صفقة معينة أو تقليص عمالة معينة أو اتخاذ أي قرار معين، بعدين توفر لك المعلومات هذه بيكون صعب جدا اتخاذ أي قرار. فكيف تستخدم المنظمة هذه كمان يبقيك في سودان في طريق المنافسة. الأنظمة هذه تقدم الكثير من الخدمات والحاجة. فننظر المستوى الإداري على كل مستوى إداري كيف تعطيك المساعدة في اتخاذ قراراتك، كيف تساعدك في إنجاز المهام اليومية سواء كانت المهام هذه صناعة قرارات استراتيجية أو بالنسبة لي المستوى الإداري. الإدارة المصممة إلى ثلاثة أقسام، كل أي نشاط أو أي مؤسسة تغير ثلاثة المستويات اللي تكون موجودة فيها، تأخذ كل مستوى المستويات هذه قد يكون معناها أكثر قسم أو أكثر إدارة، يجب كمان تأخذ كل قسم هذه تكون محددة المهام لكل قسم وكل إدارة عشان ما يكون في تداخلات بين الإدارة المعنية بالهدف، وكل إدارة وإدارة هذه كمان بتعمل وفق نظام معين. بغض النظر كمان بالنسبة للإدارة المستوى التشغيلي اللي تهتم بالمعاملات الدولية عملت منتج حركات جميلة كده بدأت مشاكل مستصعبة. نبدأ من المستوى الاستراتيجي أو الإدارة الاستراتيجية. المنصة من الشركة مدراء الإدارة العليا هذولا هم المعنيين برأس الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع أو المؤسسة اللي يشتغل فيها. ومثلاً مثلاً يناقشوا مثلاً السعر المقابل للجودة. كيف العمل اللي احنا ماسكينه في سوق العمل، كيف نغذي سوق العمل الان بسلعه منتج جديد، منتج هذا له الكثير من المنافسين في السوق، بس كيف احنا بنحضر عددنا ونقدم المنتج هذا باقل سعر ممكن. كيف نرسم استراتيجيات اللي ممكن تمكنهم من تحقيق مثل هكذا هدف متعدد عليها. بالنسبه للمدراء الاداره الوسطى او يسمى الاداره التكتيكيه او الوزاره التكتيكيه، هل هم اللي يقوموا بتنفيذ الاهداف تنفيذ التعليمات والاهداف الاعتبارات الاستراتيجيه العليا والاشراف على مستوى التشغيل من اجل الوصول الى الاهداف المرغوبه في هذا المقام. اما الاهداف على مستوى التشغيل فهي عباره عن جميع الحركات والمارسات التي تتم على مستوى اليوم. مثلا عندك مصنع دائما الماده الثامنه تجمع الماده الثامنه المخازن، كيف تمر بمراحل مختلفه وكيف المنتج هذا يصير جاهز للبزنس، هذا كله يتم داخل مستوى التشغيل. فتسعى الاداره التشغيليه دائما الى تحقيق الكفاءه والجوده والطول منها داخل قسم المؤسسات وفق منهجيه واستراتيجيه المتقدمه من الاداره العليا باشراف مباشر من قبل القطاع التكتيكي او القطاع الاداري. وكيف والمعروف قسم الروتين المهام يكون في بيع مهام روتينيه يكررها كل يوم. تكرر كل يوم عند زياده نفس المهام نفس اليوم. الكاتب يقول يعمل شغل اكثر كل يوم، الزيارات، الرسم، يعني الحاجات اليوميه تتم بشكل يومي. في المستوى كمان الاداري للاشراف على انجاز العمل هذه، انجاز العمل هذه في الوقت الزمان المحدد، ايش المطلوب منها؟ مراقبه كمان مراقبه الاداء الموجود في المستوى التشغيلي. اما الاداره العليا فهي تقوم برسم الاستراتيجيات العامه في هذا المستوى. شوف
كان بدأت في التخصص في هنا مع أكثر مدراء أستغل في الإدارات المحددة النظار والمهام الضوء في الإدارة المحددة من القطاع أساس مثل مراجعة الإدارة وطبعا مع أكثر في إدارة الحسابات إدارة المحددة والمسجد الموظفين إدارة التسوية والطبيعة إدارة البشرة إدارة عمودية في تمدادة المسجد كل النظام الأنظمة هذه الآن أنظمة المعلومات كل مسجد ومسجد هذه كانت نظام مستقل المفترض أن تكون نظام متكامل داخل المؤسسة اللي نسميه integrated system أو standalone system النظام يشتغل داخل القطاع طبعاً أنا أخذ الفرق بين الاثنين مش بيقول كل واحد منهم بالنسبة للمنطقة الآن في داخل الحسابات بقوموا بإعداد كشوفات الراتب الشهرية بشكل شهري داخل في كمان في إدارة الشيء في الدرب المصطفى في القطاع التكنيكي هذا في كمان بين المسؤولين عن مراجعة هذه الكشوفات تبع الرواتب الرواتب بعد السلام نظام فردانية يساعد في تسهيل المهام الموجودة في القطاع هذا وإدارة تقديم أفضل المشورات وأفضل المعلومات بالنسبة للقطاع ستكون محطة مهمة بشكل أفضل. قد نقول إحنا بالنسبة لأكونتين في الإنفورميشن سيستم سنتهي منظمات إدارة الحسابات، يعني إدارة الحسابات هذه إيش الاختصاص حقها الأساسي تكون في إعداد قيشة خواتم. هذه يدخل كمان معها في إدارة الرياضية بمستوى الإدارة سلم الرواتب هذا شوف التضخم من عندنا من داخل المؤسسة إذا أكثر في هل تحتاج بناء كمان سيارات مقدمة من تيمو جوسو سبعين لك عمالة طالبة هل تحتاج إلى توظيف تحتاج إلى عمالة جديدة كم الميزانية المقترحة كل نظام منظمة يكون بشكل معينة وحالية معينة هكذا بالنسبة للتقييدات الأنظمة الموجودة هنا بالنسبة للأنظمة الموجودة فيهم بس الدرجة العليا تشيش تفاصيلها، تشيش كم واحد حضر، كم واحد
الشركات اللي تعتمد على ما اسمها الانظمه المؤتمنه
الجدوي والانظمة الشيخ الآلية تعتبر قصية إلى 20 يوم. هذه في الأخير الزبوع نفسه بحسب الولاء لن تم مشترك في بنك المعاملة كتروح إلى بنك ثاني، بالتالي بنك صار زبوع. بينما الشركات في استخدام الأنظمة المتوقفة عن هذا من قياس الصاشن أو استخدام طيبة. فالحمسة أن الشركات تستخدم تكنولوجيا المعلومات والقطاعات والأعمال تستخدم تكنولوجيا المعلومات قادرة على بقاء أنها توفر من زيادة وخدمات أفضل من وكيلاتها المنافسة. يعني الآن كلها رفاعة هذا بنك هذا بنك هذا بنك كلهم يقدمون نفس الخدمة. في الأخير أنت كزبون أنت كزبون معامل متقدم معامل يعني الخدمة بشكل أفضل ويوفر أسرع. كمان كيف المحاكم كيف تفعل الأشياء بشكل أسرع أنك تعمل الأشياء بشكل أفضل. في معنى أنت كمان خلال لما تعرض هذه المعلومات يمكن تقدم لك معلومات حول المختلفة يمكن تعمل معلومات خلال السنوات يمكن أن تكون بيئة إيش الأعمال اللي يمكن تركز عليها إيش الأشياء يمكن تصدر فيها مثلا هنا بالنسبة لي العقارات والإيجارات متى يكون أغلب الوقع في هذا عندك الشركة كانت مهتمة مثلا في مجال العقارات خلال الفصول الأربعة يمكن فصل الفصول هذا كم بالنسبة للهوم مارجنز يكون بينك عمليات الفروض تكون بلا احتمال بسيطة قارنة بالسمر بالصيد تكون مرتفعة جدا. فمثال بين هذه المعلومة ثانية ممكن أنت توصل بمعلومة أداة كيف تأخذ القرار كيف تقدم المعلومة وكيف تكون مستعد قبلها لما الأعقاد مثل ما يتقدم ما تكون جاهز فيها وفي جاهز في المعلومات إذا توفرت عندك معلومة ثانية وكان تجربة ثانية مكتوبة بشكل ترتيب يدوي عن استخلاص أو استنباط الوصول إلى المعلومات التي تكون عمليات شاقة قد تكون شكل تقدير النتائج اللي تحصل عليها أو مثلا عبارة عن نتائج سليمة نتائج واضحة زي ما هو النظام يمكن يكون مفتوح يعني إذا أنت تقدم عملاء تقنيات العقارات والإيجارات تقدرش تركز داخل في الصيد يكون عندك ناس كثيرين تشتري كبير حسب النظام المعلومات هذه مش مقدوراتكم صحيحة إنما البيانات هذه ما يتم استخلاصها بما هو حاجة بناتنا وتقدر تقوم تحديدها وتعتمد القرارات اللي عندها حسب الآليات اللي تبعها داخل الصيد. كمان كيف تعمل الأشياء بشكل أكثر كمان يعني هنا أنك تعملها بشكل أسرع عشان بعد الفترة كيف تعمل الأشياء بشكل أفضل عن طريق قاعدة معرفة كيف تعمل الأشياء بشكل أكثر يعني معقول أنت مثلا ممتاز مثلا نشاط صناعي تكون تصنيع سيارة سنة تئات مخطوطة الدخل أو تستخدم شريحة من الناس تكون حقهم المستوى المعيشي مفضل لعندهم. فمش بدك يكون لك تروح تصنع السيارة هذه من عناصر ومن أجزاء غالية الثمن بشكل كبير ترفع سعر السيارة وتبيعها للفئة المستهدفة. ممكن تصنع هذه الاقتصادية اللي تصير هناك ولا؟ أيوه يعني تستخدم أحسن سكيل في البلد بين مثلا أنت من الفئة المستهدفة تكون عندك قرار واضح تبدي طلب على أيوه كم السعر السبعة هذه؟ من السعر بالتالي يكون محقق أسعار المواد الخام أسعار التصنيع والتشغيل المنتج هذا ما يتعداش سقف عشان ما تخسرش. إذا استخدمنا الأنظمة هذه كمان بتقول لك معلومات حول هذه الأشياء كمان أشياء المصادر تبع المصادر الإنتاج عن طريق أنظمة الإنترنت. في شركة كثيرة في شركة من الشركات هذه صار لها اسم معين للسوق صارت عبارة عن معلم. بالنسبة للتكلم عن الأدوات تبع السيارات الدودة تبع السيارات تيوتا مثلا السيرفس الخدمات الموجودة على الإنترنت الموجودة كلام عن سيرفس معنى من نوعين ما عبارة عن سيرفس أو قطاع الدودة اللي هو المنتج والسيرفس الخدمات اللي عبارة عن مكتب وحاجة إلكترونية موجودة نفس الكلام السيرفس الخدمات شركات هي يعني هي الأفضل هي الصداقة في البداية معنى لو بوست في الأسعار المنخفضة اللي هي أسعار المولات أسعار المنخفضة اللي هو المولات أكيد في معك المرادي وكله أضع الحقة سر الصناعة وسر التصنيع معك الإنوفيشنز الابتكار معك البلد إيمان في فترة وفترة سباقة في موسى في طول حسن هذا يعني ما نتطلع أقوى في سر التكار ثاني يكون ابتكار كيف مع شمع الابتكار كيف توظف الابتكارات ثاني كيف توظفها أنت في خدمات مشاريع اقتصادية أو نشاطات تجارية يعني
بس تكون سلاح ذات الدين تحمل معايا عمل مكتسب زيارة السوق ما دري كم خسارات. بالضبط زيارة. كنا الأسبوع الماضي كمان كنا بنسبة المعلومات هذه سلاح الدين كمان. إذا زيارة المعلومات تبع كان بشكل تلاقي الأمريكية اللي بسبب حاجة اسمه بلاتش في إحنا كان في إشكالية.